بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله النهاردة هيكون معاكم مستر عمر، وهنحل آخر دروس في كتاب المدرسة الصف الرابع الابتدائي. تعالى كده نشوف الأسئلة بتاعتنا بتقول لنا إيه. أول حاجة عندي هنا مديني قطعة وبيكلمني عن التكنولوجيا الحديثة في وسائل الاتصال. تعالى كده نشوف، حدد كيف أثرت وسائل الاتصال الحديثة في حياتك اليومية. هقول مثلا سهولة الاتصال بالآخرين، التعلم عن طريق المنصات التعليمية، التسجيل لتلقي اللقاح الإلكتروني. اشرح كيف ساعد التطور العلمي والتكنولوجي أصحاب الهمم. أصحاب الهمم هو ذوي الاحتياجات الخاصة. هقول ابتكار تطبيقات لمواجهة احتياجاتهم. ابحث عن مجالات أخرى لم ترد في الفقرة، ساعد تطور وسائل الاتصال على تنميتها. هقول مثلا الحصول على الخدمات الإلكترونية من المصالح الحكومية، حجز تذاكر الطائرات والقطارات والفنادق والأماكن السياحية. هنا مديني قطعة على طرق التواصل وبيقول لي شوف انت هتستخدم ايه مع اصحابك. هقول له مثلا استخدام تطبيق واتساب. هقول تكوين، هنتكلم عن تكوين جروب عن التطبيق والتواصل وارسال صور، او استخدم ماسنجر وبرضه هكون جروب وهنبعت صور وفيديوهات. هنا بيقول لي فكر احد زملائك في استخدام رموز الكتابه الهيروغليفيه كشفره للتواصل، ايه رايك في الفكره؟ هقول له الفكره جميله ويمكن استخدامها لاحياء اللغه المصريه القديمه. طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لي الكثير منا يستخدم العديد من وسائل التواصل على شبكه الانترنت، ما وسائل التواصل التي تفضلها ولماذا؟ هقول مثلا تطبيق واتساب لانه متاح على جميع اجهزه الكمبيوتر او اجهزه الموبايل. هنا بيكلمني عن شبكة الانترنت بتعمل ايه. هنا بيقول لي ايه البرنامج اللي انت عايز تصممه. هقول له مثلا برنامج الوورد لكتابته او لاستخدامه في كتابة الابحاث والمقالات. تخيل انك تعيش في العصور القديمة، حدد اي نوع من وسائل التواصل. هنقول مثلا استخدام الحمام الزاجل. طيب هنا بيكلمني عن الاضرار اللي موجودة في الانترنت، ايه اللي بيحصل فيها. بيكلمني عن الناس اللي بتحاول تسرق الاكونت من على الفيسبوك او الكلام ده كله. طيب هنا بيقول لي احمي حساب ازاي. هقوله ضرورة عدم تضمين الرقم السري لتاريخ الميلاد او رقم التليفون او ارقام حساب البنوك. تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده بيقول لي اكتب صاد امام السلوك الصحيح وخاء امام السلوك الخطأ مع التبرير. تستخدم نيفين وسائل التواصل الاجتماعي للتحدث مع ابناء عمها في الولايات المتحدة. هقوله طبعا سلوك صحيح بسبب بعد المسافة. استخدم أشرف وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تفاصيل حياته، طبعا خلط لأنه يعرض حياته للخطر. تستخدم نوع الهاتف المحمول في الألعاب الإلكترونية لفترة طويلة، طبعا خطأ لأنها تضيع الوقت في أشياء غير مفيدة. يحرص أسامة على التأكد من صحة المعلومات على الفيسبوك، طبعا صح لعدم نشر معلومات كاذبة. تشارك منى صورها الشخصية مع أشخاص لا تعرفهم، غلط لأنه يمكن استخدامها في أغراض تضرها. هنا القطعة دي بتكلمني عن الوسائل او المعلومات اللي احنا بنشوفها على الفيسبوك وممكن تكون غلط. تعال نشوف المعلومة وهنقول عليها حقيقة ولا زائفة. انسان ضل طريقه في الصحراء يأكل كيلو جراما من الرمل ليبقى على قيد الحياة، طبعا دي زائفة. اللبن مفيد لبناء الجسم يحتوي على الكالسيوم، طبعا دي حقيقة. اذا وقفت على القمر فسترى الناس الذين يعيشون على سطح المريخ، طبعا غلط زائفة. عندما يتعرض الحديد للحرارة العالية فانه ينصهر، دي طبعا حقيقة. الأرض كروية لأن القمر لا يدور حولها، طبعا دي خاطئة أو زائفة. السؤال اللي بعده بيقول لي كيف كان الناس وحفظتك يتواصلون اجتماعيا قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. هقول له مثلا عن طريق الرسائل التي يحضرها ساعي البريد أو عن طريق التلغراف. طيب إيه أوجه الاختلاف؟ قديما الوسائل بطيئة، حديثا الوسائل سريعة جدا ومتاحة للفرد. هل يزال الناس يزورون بعضهم بعض بشكل متكرر أم أن شبكات التواصل الاجتماعي أثرت في ذلك؟ هقوله للأسف أدت وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقليل الزيارات بسبب التحدث عبر تقنية الفيديو. السؤال اللي بعده، إن وسائل التكنولوجيا في تطور مستمر، على ضوء ذلك تخيل طريقة مبتكرة للتواصل مع زملائك في عام 2050. هنا بيقول لي أتوقع تطور وسائل الاتصال من خلال رقائق تلصق على الأيدي وترتبط مترتبط بالأقمار الصناعية، وهي تحتاج إلى أجهزة متطورة يمكن صناعتها عن طريق التكنولوجيا الحديثة. يعني هشوف الناس عن طريق شريحة تتحط مثلا على إصبع اليد. السؤال اللي بعده، هنا مديني حاجة عن الملك خوفو. الشخصيات بقى اللي عندي خوفو وحتشبسوت، بيقول لي في رأيك ما أهم يميز عصر الملك خوفو؟ هقول له مثلا بناء الهرم الأكبر. طب ليه؟ الهرم ده بيتميز بالبراعة في الإتقان والتصميم والتخطيط والهندسة.
ما أهمية نقل مركب خوفو إلى متحف المصري القدير؟ هقول الحفاظ عليه وزيادة أعداد السياح. هل زرت منطقة الأهرامات؟ طبعاً، إجابة نعم. صف تجربتك، شعور لا يوصف من عظمة المشهد. إذا لم يسبق لك زيارة الأهرامات فشاهد فيلماً عنها ولخص أهم مشاهدته. هنا بقى هقول إن أنا بشوف السياح بيزوروا الأهرامات وبيستمتعوا في المطاعم وتصوروا مع الأهرامات وتصوروا مع أبو الهول، هحكي الزيارة يعني. هنا اللي عندي التانية، الملكة حتشبسوت، بيقول لي في رأيك أو ما رأيك في الألقاب التي لقبت بها حتشبسوت وعلى ما يدل؟ هقول ألقاب جميلة تستحقها ملكة مصر، يدل على عظمة الشخصية وقوتها وسيطرة الملكة حتشبسوت. السؤال اللي بعده، استنتج دور السفن في تنشيط التجارة بين مصر وجيرانها. هقول مثلا البعثات إلى بلاد بونت للتبادل التجاري وإحضار الأخشاب والبخور والعاج والأبانوس. تخيل انك تعيش في فترة حكم حتشبسوت، ما الاعمال التي كنت تحب ان تشارك فيها؟ هقول مثلا انشاء المعابد او العمل في مجال العمارة. لو كنت مستشارا للملكة حتشبسوت فما النصيحة التي ستقدمها لها؟ انصحها بالاهتمام بامن البلاد وتأمين الحدود. هنا هنشوف بقى مراجعة على المحور كله. اكتب وقارن جملة تشرح فيها الرابط بين كل مفهومين مما يلي. قارن بين جملتك وجملة زميل النقل البحري والتقدم الاقتصادي. النقل البحري في مصر عن طريق قناة السويس يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول وزيادة الدخل. وسائل النقل ووسائل التواصل الاجتماعي. هقول هنا يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في حجز القطارات والطيارات أو حجز الفنادق. وسائل النقل والبيئة، هقول تؤدي وسائل النقل إلى تلوث البيئة بسبب الازدحام. مترو أنفاق القاهرة ومترو أنفاق اسكندرية، الاثنين يتم من خلالهم تسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام. اللي بعده يقول لي أذكر بعض الآثار التي يمكن أن تسببها وسائل النقل غير المستدام. هقول له التلوث بسبب عوادم السيارات. حدد الفرق بين علامات المرور الأرضية والتحذيرية. عندي علامات المرور الأرضية دي بتبقى عبارة عن خطوط مرسومة على الأرض توضح مسار حركة المرور. التحذيرية تحذر من مخاطر مثلا زي منطقة زراعية ومنطقة عمل. ايه اداب استخدام وسائل النقل؟ هقول عدم استخدام المقاعد المخصصة لكبار السن، عدم جلوس الاطفال في المقاعد الامامية، عدم الخروج من النوافذ. اشرح دورك كمواطن مسؤول عند استخدام الانترنت. هقول مثلا عدم الثقة في الروابط المرسلة عبر الرسائل، عدم نشر صور او معلومات شخصية، التأكد من صحة المعلومات، عدم نشر حسابات بنكية، عدم الدخول على المواقع المحظورة. اللي بعده بيقول لي كيف غير العلم في وسائل النقل والاتصالات؟ هقول ظهرت اكتشافات حديثة وسهلت عملية السفر والتنقل. هنا بيقول لي شبكة الانترنت فوائد ولكن الاستخدام الخطأ يحمل بعض الأضرار. أقول له زي إيه مثلا؟ إهدار الوقت، التباعد بين أفراد الأسرة، إهمال ممارسة الرياضة ونشر معلومات غير صحيحة. يقول لي تبذل المؤسسات الحكومية جهدا كبيرا من أجل التحول الرقمي. طب زي إيه؟ مثلا استخراج شهادة الميلاد والرقم القومي وجواز السفر، مكافحة الجرائم الإلكترونية، تلقي لقاح كورونا. حدد وسيلة اتصال جديدة تساعد في توفير الوقت. هقول له مثلا استخدام تطبيق الواتساب. السؤال اللي بعده، وضح جهود الدولة في تطوير الطرق والكباري. هنقول تحويل السيارات للعمل بالغاز، استخدام اتوبيسات تعمل بالكهرباء، التشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي. هنا بيقول لي اكتب رسالة لأحد أصدقائك تنصحه فيها بالعمل على نشر آداب المرور. هقول مثلا صديقي العزيز عند استخدامك وسائل النقل، هقول بقى عدم الكتابة على وسائل النقل، عدم إلقاء الحجارة، إفساح الطريق لعربات الإسعاف، العبور من أماكن المشاة. إن شاء الله كده الكتاب المدرسي كله معانا محلول ومكتوب زي ما انتوا شايفين. يا